السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم وبمشاهدينا على قناة الجزيرة مباشر مصر في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتصاعد الجدل حول مشروع تنمية محور قناة السويس في مصر، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المصرية على أن هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة عالمية لمصر لتكون محور العالم في الاتصالات والمواصلات والنقل، يقول آخرون إن المشروع يقسم مصر ويضر بأمنها القومي ويبيع قناة السويس للأجانب. لكن وزير الإسكان المصري يقول إن هذا المشروع هو جزء من مخطط شامل لإعادة بناء مصر وتوزيع خريطة السكان عليها، حيث تشمل هذه الخريطة محور قناة السويس والساحل الشمالي والصعيد ومناطق أخرى. وفي حلقة اليوم نحاول فهم الجدل الدائر حول مشروع تنمية محور قناة السويس وخريطة إعادة توزيع سكان مصر ومشروع التنمية بها مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنت تدرس تخطيط عمراني وحصلت على الدكتوراه من الولايات المتحدة في التخطيط العمراني، وعملك كله في التخطيط العمراني. تمام. مصر كان فيها تخطيط عمراني خلال 60 سنة اللي فاتت؟ مصر كان فيها تجربة للتخطيط العمراني، ولكنها الحقيقة لم تؤتي ثمرها كما نتمنى بسبب نوع من الفصام حدث ما بين التخطيط العمراني والمكاني، سواء على المستوى القومي أو الإقليمي أو على مستوى المدن والقرى، وما بين التخطيط القطاعي اللي مرتبط بتخصيص الموارد المالية. يعني كان لدينا قانون للتخطيط، قانون 82، وتعد المخططات، عندنا تراث كبير من المخططات، مخططات سليمة مخططات سليمة ومدروسة، وبذل فيها جهد فني وعملت مدرسة من المخططين وتركت تراثا. ولكن هذه المخططات لم يكن يبقى منها على الأرض شيء، لأن كانت آلية التخطيط القومي القطاعي اللي مرتبطة بتخصيص الموارد المالية تسير في اتجاه آخر. فلم يكن المخطط هو الأساس لتخصيص الموارد المالية. فلدينا مدينة أيا كانت، الإسكندرية، المنصورة، لها مخطط، ولكن لا ينفذ منه شيء، لأن عملية صناعة القرار كان هناك فصام. الآن نسعى إلى يعني رأب هذا الصدع وإصلاح منظومة التخطيط بدمج التخطيط المكاني العمراني مع التخطيط القطاعي. وهناك تصور يتبنى فكرة أن يكون هناك مجلس أعلى للتخطيط له استدامة. التخطيط العمراني، التخطيط ككل بشكل عام، التخطيط ككل، ما هو كان موجود. التخطيط العمراني، التخطيط العمراني لا قيمة له إن لم يكون مندمجا وانعكاسا وتجسيدا طبيعيا للتخطيط بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. التخطيط العمراني لوحده ليس له شيء. فهو التصور أن هناك مجلس أعلى للتخطيط تتبعه أمانة كبرى للتخطيط تندمج فيها ثلاث أطراف إلى أن يندمجوا ليصبحوا شيء واحد، وهو التخطيط الاقتصادي الاجتماعي، وليكن معهد التخطيط القومي، هيئة التخطيط العمراني للتخطيط المكاني العمراني، ومركز تخطيط استخدامات الأراضي الذي أنشئ يعني لوضع آلية جيدة لتخصيص أراضي الدولة، يندمجوا في أمانة واحدة، أمانة عليا. هذا الجسد أو هذا الكيان لا يتأثر بقى، له استدامة واستمرارية، ولا يتأثر بتغير رئيس وزارة أو رئيس أو وزير أو إلى آخر. أنا عايز أبدأ معاك من المشروع الأكثر سخونة في النقاش. نعم. والجدل على الساحة المصرية وربما خارجها، وهو مشروع تنمية محور قناة السويس. تمام. قناة السويس بتعتبر أهم مجرى ملاحي في العالم، يمر منها ربع التجارة الدولية تقريباً. من خلال السفن. لا، أقل من ربع، احنا بنتكلم 22%. لا، 22% من تجارة الحاويات. الحاويات. إنما تقريباً من 9 ل 12% من تجارة العالم ككل. نعم. ويعني بيمر فيها سنوياً من البضائع، سواء الخام أو السلع المنتجة، ما يقرب أو ما قيمته حوالي 1.7 تريليون دولار. لا نتحصل منها إلا على 5 مليار دولار، بما يعادل حوالي 3 من 1000. بينما هذه يعني هذه التدفقات تأتي إلينا طائعة وكارهة، ما نستفيدش غير من رسوم العبور. لا نستفيد كثيرا من خدمات النقل البحري، من تموين باليقود، من إصلاح السفن، من بناء السفن أو إلى آخره، أو من الخدمات اللوجستية اللي بتنمو في العالم بشكل سريع، من التعبئة والتغليف وإعادة التصدير وإعادة التوزيع، أو بقى بنفتقد القيمة المضافة. هذا المكان يا أستاذ أحمد هو يعني أفضل مكان في العالم يحقق
كفاءة اقتصاديات النقل للشركات المختلفة اللي هي بتعتمد أو عملية إنتاجها لسلع معينة ترتبط بأن مدخلاتها تيجي من أماكن مختلفة في العالم لتنتج لتصنع ثم توزع في أماكن مختلفة من العالم. أنا اسمح لي عندي خريطة حتى يفهم المشاهد الموقع. الأول عندي خريطة لقناة السويس كيف اختصرت المسافات في النقل بين دول العالم، جاهزة محمد البنا؟ كيف اختصرت المسافة في النقل الآن ويشاهد معنا المشاهدون المسار الذي وفرته قناة السويس بالنسبة للنقل العالمي طبعا الآن؟ نعم نعم. الأهم من اختصار المسافة هي الميزة الموقعية فيها النهاردة، مش بس للعبور إنما هي أفضل مكان زي ما قلت يحقق اقتصاديات نقل بالنسبة لي المدخلات اللي بتخش في الصناعة وعملية التوزيع. الآن عندي خريطة أخرى اسمح لي لقناة السويس نفسها. أتفضل. محور قناة السويس نفسه الآن والمناطق الرئيسية، وعايز حضرتك معلش اسرح للمشاهد الخريطة هي لو بصيت عليها. نعم. لو تشرح للمشاهد ما هو مشروع تنمية محور قناة السويس باختصار. طيب باختصار المشروع بيحاول ينتقل من أن تحصل مصر فقط على رسوم العبور المحدودة ديت لأنها تستثمر هذا الموقع باعتباره موقع شديد التميز لخدمات اللوجستية وللصناعة لا يتكرر في العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك قيمة مضافة على ما يمر في قناة السويس. هذه القيمة المضافة يعني أنت النهاردة مجرد من رسوم العبور الحوية الواحدة قد يصل متوسط العائد منها إلى 60 دولار 70 دولار. لو هناك خدمات لوجستية، سفن المادر شيبس الكبيرة بتيجي من الولايات المتحدة أو من شرق آسيا تيجي تفرغ ثم تأتي السفن الصغيرة الفيدرز توزع في المنطقة المحيطة، هذه ممكن ترفع العائد من الحاوية الواحدة بدل 60-70 إلى 300-400-500 إلى مصر. إلى مصر. قول لي باختصار أكمل بس النقطة دي بعد إذن حضرتك. يعني تصور بقى لو في قيمة مضافة أعلى أن يتم التصنيع المنتجات المختلفة، سيارات، كمبيوترز، أجهزة اتصال. الصناعة النهاردة معولمة في العالم، يعني فكرة المصنع الذي ينتج كل حاجة في مكانه ثم أنت النهاردة مدخلات الصناعة بتأتي من آسيا ومن أفريقيا. أفضل مكان تصنع فيه المنتجات اللي بتوزع على أماكن كثيرة في العالم وتأتي خامتها أو مدخلاتها من كثيرة هو هذا المكان، لأنه بيحقق أعلى كفاءة في اقتصاديات النقل. العالم انتبه ليه قبل كده؟ العالم النهارده بيشكل طلب كبير عليه، واعتقد الاشارات والتصريحات من كل العالم على اهميه هذا المشروع لمصر وللمنطقه وللعالم لا لبس فيها وواضحه شديده. ايه الابعاد الاقليميه والدوليه التي سيعود بها هذا المشروع على المنطقه والعالم؟ هو هيحقق يعني ذو دفعه قويه للاقتصاد المصري. ممكن اقول للناس بقى ايه هو المشروع وايه مجالاته؟ مجالاته ببساطه خدمات النقل البحري، تزود بالوقود، اصلاح السفن، كل يعني الحاجات كل المطلع. السفن اللي بتمر من قناه السويس دي ما عندكوش حاجه بتمون بيها السفن باي شيء؟ هضرب مثل دايما بضربه وبكرره كتير، في 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 مسار السفن في قناه السويس ما يتم تزويده بالوقود في السنه لا يصل الى 1,000,000 طن. ميناء الفجيره بيمون ب 18 مليون طن في السنه وهو داخلي وهو اوف رود. احنا عندنا زيرو ديفيشن. سنغافورة 40 مليون طن، مع ان احنا المكان احنا متعدي عندنا من 17 ل 26 الف سفينه سنويا. هي دي الفكره. فخدمات النقل البحري بانواعها المختلفه بقى، انت مش هتقدم له بترول بس، هتعمل له صيانه وهتقدم له اكل وشرب وميه وكل شيء، كل انواع خدمات النقل البحري بانواعها المختلفه دي. مستوى المستوى الثاني زي ما قلت الخدمات اللوجستيه، التفريغ والتوزيع واعاده التعبئه واعاده التصدير للاماكن المختلفه من العالم نتيجه مستك الموقعيه اللي ما بتتكررش. الاخطر والاهم اللي ممكن يصل يرفع العائد من الحاويه من 50-60 الى 3,000 هو الصناعه، لان هذا المكان يمكن ان تتنافس عليه كل الشركات العالميه التي تاتي مدخلاتها من اماكن كثيره من العالم وتوزع لكل العالم. هذا افضل مكان ان توطن فيه صناعتك. حددت المواقع والاماكن والصناعات والخدمات. احنا النهارده عندنا مكونات رئيسيه تبدا بميناء شرق بورسعيد، وده انشئ ونفذت منه مراحل وجاري تنفيذ المراحل، يعني من حوالي شهرين ونص ثلاثه تقريبا طرحت محطه الحاويات الثانيه.
ستطرح منطقة لوجستية قريبا. يعني الشغل شغال عندنا ميناء العين السخنة وطبعا ميناء شرق وسعيد ميناء محوري يعني بيتلقى السفن الكبيرة ويوزع. ميناء العين السخنة يعني محوري بس بدرجة أقل لأنه ممكن يخدم منطقة شرق إفريقيا والخليج العربي. وعندنا كل المناطق الصناعية اللي موجودة بدءا من المنطقة الصناعية الاثنين شرق وسعيد نفسه إلى منطقة صناعية بالأنطرة شرق ودي مطروح فيها قطع صناعية قريبا من أسابيع، زائد وادي التكنولوجيا الذي على مساحة 16,000 فدان بس ظل 14 سنة الحقيقة في حالة ثبات، والآن يعني بنستكمل البنية الأساسية المرحلة العليلة فيه منطقة صناعية كبيرة. أنا حطت خريطة عليها كل اللي حضرتك تمام هو اللي أنا بذكره ده بالظبط، إلى منطقة شمال غرب خليج السويس اللي بتبلغ حوالي يعني 150 كيلومتر مربع، ودية العمل جاري فيها وطبعا يبتدت من زمان حصلت بعض التعثرات بتعالج الآن. هذه هي وميناء العين السخنة طبعا اللي هو بتعمل فيه حاليا معاني دبي وهتطرح الأحواض التانية في فترات قريبة. هي الفكرة في المشروع الحقيقة بيرتكز على 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 نقطتين، لأن هناك آراء الحقيقة ولها كل التقدير والاحترام وكل ما قيل له كل التقدير والاحترام، إن احنا نقول نكتفي بشرق بورسعيد كميناء محوري هام ويعني ندع هذا أو لا نضع لي أولوية مثل شرق بورسعيد. الفكرة اللي بيقوم عليها المشروع الحقيقة أنه يعني ليست القضية أن ندير ميناء في الشمال وميناء في الجنوب ومنطقة صناعية هنا قد تأتي فيها صناعات تتوطن، مش هو ده أفضل مكان لتوطنها أو مش هو ده أفضل استثمار لخصوصية هذا الموقع الفريد. أنتم محددين الصناعات ومحددين كل شيء طبعاً. المخطط اللي وضع شرق بورسعيد والمخطط اللي بيجري وضعه حالياً هيربط المسألة كلها بالطلب العالمي على التوطن في هذا المكان. طبعا أقول الطلب العالمي والطلب المحلي يعني هل بدأت تجيكم طلبات والناس تشعر بأهمية إشارات قوية جدا من كل العالم؟ لأن الجدوى المشروع ما أعتقدش النهاردة في هناك خلاف على جدوى المشروع أهميته وأولويته، لأن مسألة النهاردة بيحصل نوع من التطور السريع في التجارة في العالم وتجارة الحاويات بالذات. المرتكز الثاني أو الإلهام هو زي ما بقول النهاردة هل ندير الأشياء بشكل منفصل ولا يكون هناك اتصال وتكامل ما بين هذه الأجزاء كلها وتدار كلها باعتبارها أنشطة متجانسة متكاملة بترتبط بالمحور. أولا المحور قناة السويس نفسها كمجرى مائي لناش دعوة به، ده مجرى مائي وهيئة قناة السويس قائمة به ويرتبط باتفاقيات القسطنطينية، ده قضية الوحدة. احنا بنتكلم على الأنشطة التي ترتبط بحركة السفن العابرة اللي هتقدم لها خدمات أو لوجستيات أو صناعة، هذه هي القضية الرئيسية. القضية الثانية أو المحور الآخر في مسألة الهيئة اللي بنفكر فيها هي قضية النهاردة إن زي ما بقول دايما سنغافورة مش سنغافورة علشان هي عندها تكنولوجيا الأوناش ولا عشان هي في موقع بحري بس، لا هي سنغافورة عشان هناك إدارة ذات كفاءة وفعالية وصلاحيات عالية تدير هذا الموضوع بقدرات عالية جدا وبشكل يمكنها من التنافس على مستوى العالم. هذا ما نريده، إن احنا النهاردة نريد أن نجسد فكرة وموانئ دبي، ما الذي تملكه دبي إلا الإدارة، نفس المسألة أن نجسد فكرة الشباك الواحد، الهيئة التي لها صلاحيات حقيقية، ما بقاش بقى المستثمر بيدور على وزارة الاستثمار ووزارة الإسكان واخد بالك، لا هناك هيئة لها صلاحيات بقوانين خاصة بكل شيء. هو القانون اللي احنا بنحاول نطوره دلوقتي يعني يزول ونستجيب فيه كل الآراء طيبة، لكن لها صلاحيات كاملة أن تدير هذا وتنافس، وإلا مش هتستطيع تنافس. نجسد فكرة الشباك الواحد. تصريحاتك وردية جدا عن المشروع، يعني في يوم 18 إبريل لقيت لك تصريح بتقول فيه كلمة وردية دي يعني ده وردية شوية، ده هي أكبر من وردية ده يعني أنت كنت في مركز الأهرام في 18 إبريل وقلت إن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية. نعم، لسبب، لأن موقع مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ وكل الحقائق هو يصلح لذلك أو طبيعي يكون ذلك. يعني هي ليست قضية قناة السويس، مصر بحالها يجب أن تستثمر إمكانياتها موقعها الفريد الذي لا يتكرر، يعني نابليون بيقول لك there is only one Egypt، هي مصر واحدة، في أن تصبح نقطة محورية في شبكة المواصلات العالمية كلها سواء البرية أو البحرية أو الجوية. ألا تستحق مصر أن تكون أو هي الكابلات البحرية؟ ما هو ده المشروع اللي أطلق عليه قناة السويس الإلكترونية، لأن فعلا مسارات الكابلات البحرية اللي هي الخاصة بالإنترنت أو غيره، وده مشروع جاري وزارة الاتصالات بتعمل فيه الحقيقة بهمة قوية. النهاردة أليست النهاردة مصر بوابة لأفريقيا؟ فاكر المشروع القديم بتاع القاهرة كيب تاون
إن شاء الله ما يتحقق يعني ما نصب إليه من الجسر المصري السعودي ده أيضا هيكون نقطة انتقال قوية جدا من مصر والمشرق العربي وهيفتح آفاق كثيرة. فإذا موقع مصر على فكرة يعني أنا معلش هستطرد وأقول أن يعني مصر ليست فقيرة، ومصر مواردها بمقياس كمي غير محدودة. نحن نمتلك موارد ده يعني قناة السويس أو الموقع ده يعني ميزات موقعية أحبها بين الله، لكن نحن لدينا موارد الأرض. نحن نعيش على 7% من أرض مصر، ونترك 93% من أرض مصر موارد غير محدودة بغير استغلال. وبضرب دايما مثل بالساحل الشمالي الغربي، شوف السواحل الأسبانية بجودة أقل وبمياه أقل نوعية وبشواطئ مش رملية زي شواطئنا وبمناخ عندنا ما اتخربت. الساحل الشمالي اتخرب، انا ما اعرفش انت عامل تطوير فيه ايه وهو لا. احنا النهارده خلاص مع هيئه التنميه السياحيه بيعد التخطيط حاليا لمركز سياحي عالمي غرب العالمين بيمتد حوالي 12 كيلو، هيكون في حوالي 15 منتجع للسياحه العالميه على غرار ما حدث في مراكز البحر الاحمر، مراكز سياحيه البحر الاحمر ليكون لابد ان فين ده من منطقه الضبع؟ لا احنا بنتكلم على غرب العالمين مباشره. على يعني على فكره قناه السويس وما أذكره عن الساحل الشمالي هو يعني ليست حالات فردية. نحن نتكلم في إطار مخطط قومي، مخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، وهذا مطلوب بحكم القانون، حكم القانون 119 أن يكون لمصر مخطط تزيغ. هذا سبق الإعداد فيه ويجري حاليا عملية تنقيح وتطوير ليه، وبيشتمل على يعني إذا كانت إحنا ما كنا بنقول قناة السويس تنمية إقليمية، أيوة تنمية إقليمية، لأن عايزول لابد أن ننطلق من 7% دي إلى كل الجبهات الجديدة في مصر، ومنها على سبيل المثال ما نطلق عليه المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية اللي خبرائنا بيقولوا ان فيها حوالي 50% من ثروة مصر التعدينية. فالنهاردة فين منطقة المثلث الذهبي اللي هي انا سفاجة قفط القصير، هذه المنطقة شبه المنحرف او المثلث خبرائنا بيقولوا ان فيها 50% من الثروة التعدينية، فتصلح ويجرح. وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة وشغالة النهاردة بتسارع شديد جدا لنضع مخططا لهذه المنطقة بالنسبة للأنشطة الاستخرارية ومجمع صناعي تعديني ضخم، وأيضا تطوير ميناء سفاجة والحمروين بحيث يكونوا مواني تعدين، وخاصة أن هناك كميات كبيرة من الخام التي تأتي من أفريقيا إلى أوروبا وتمر علينا، ويمكن أيضا أن يجري عليها عمليات تصنيع. أنا أقصد هناك أفق أخر، هناك سهل المنيا الغربي كليم آخر، هناك شرق منخفض الأطارة كتنمية زراعية، هناك تصور كامل لتنمية هذه الجبهات والأقاليم بحيث نعيد تنظيم المنظومة المختلة للبشر والأرض والموارد في مصر. هذه المنظومة المكتظة في مساحة 7% مسببة تآكل الأرض الزراعية، ومسببة مشاكل بيئية متعددة، ومسببة لاحتقان اجتماعي، ومسببة لمشاكل ندرة الأرض اللي هي مكون أساسي في مشكلة الإسكان. طب أنا عايزك معلش عشان موضوع محور قناة السويس. أتفضل نعود إليه تاني. دكتور جلال أمين قال إن مشروع محور قناة السويس دولة داخل الدولة، ومشروع السكوك الذي أعده الإخوان المسلمين لبيع قناة السويس. مستشار طارق البشري كمان له تصريحات مضادة، رئيس الوزراء السابق عصام شرف له تصريحات مضادة. إحنا أنا بجيب لك الناس اللي هم يعني لهم مصداقية، كلهم الناس كلهم وليهم كل مش هروح للناس المتطرفين اللي بيعادوا الحكومة في أي شيء بيعملوه. أنت إزاي ترد باختصار وبأرقام وبمعلومات وبإحصاءات عن أهمية المشروع والمردود الذي سيحققه للمصر؟ لا أنا المردود قلته كمردود اقتصادي، وأعتقد كل من ما ادتليش أي رقم، ادتليش أي معلومة، ما قلتليش هشغل قد إيه، ما قلتليش هجيب فلوس قد إيه، ما قلتليش يعني كله كلام معلش ما فيش في أرقام. أنا يعني أنا ذكرت لك العوائد المختلفة اللي بتتحقق من النهاردة مما نحصل عليه ومما ممكن أن نحصل عليه اللي ممكن يوصلنا النهاردة إلى إذا كنا النهاردة بنحقق 5. أصل في ناس بتقول لك المشروع ده هيدخل لمصر 100 مليار، وناس بيقول إحنا عايزين نعرف حقيقة الكلام ده. إذا كنا النهاردة بنتكلم على 5 مليار دولار عائد من قناة السويس، فإحنا بنتكلم على 100 و120 دولار عندما يتحقق 100 و120 مليار دولار عندما يتحقق التصور اللي إحنا بنتكلم عليه عن المشروع. الخلافات أنا أعلم يعني هذا المشروع يمكن أن يدخل إلى مصر من 100 إلى 120 مليار دولار سنويا. نعم سنويا. نعم. انت بتتكلم عن رقم خرافي. بتكلم عن رقم خرافي، بس انا بتكلم على مدى زمني كمان قد يمتد مدته قد ايه؟ 10 سنوات؟ لا اكتر. احنا بنتكلم على مراحل مختلفة كثيرة. قول لي المرحلة الاولى الان اللي الناس ممكن تعيشها.
انتوا الان في مراحل لهذا المشروع. انا اولا لا اريد ان اسبق الاحداث ولا اريد ان انا احط بس على الاقل حضرتك عامل الدراسات والتصور واضح. لا احنا دلوقتي يعني زول وجهنا الدعوات ل 74 مكتب استشاري مصري وعالمي. ما فيش مكتب عالمي هيخش لوحده، لازم 74 مكتب مصري وعالمي حتى لارسال المستندات التاهل بتاعتهم، سيتم فرزها واختيار 7 أو 8 مكاتب هي اللي هتخش المنافسة لإعداد المخطط العام، لأن هناك بيانات مطلوب تحديثها عن حركة التجارة العالمية والسيناريوهات المختلفة بتاعة الخدمات اللوجستية وحركة الحاويات وإلى آخره. أنتوا إمتى هتطرحوا أول مشروع للإنشاء والعمل؟ المشروعات، في مشروعات طرحت بالفعل من 2008-2009 وجاري يعني. لا أنا عايز أتكلم الآن عن ما بعد الثورة الآن. أولاً اللي فات. لا معلش، ما هو حلقة مستمرة. نحن يعني عايز أقول ما فيش حاجة بتبدأ. هذا المشروع جذوره قديمه جدا جدا. ما هو جذوره قديمه وفي ناس كتير بيقولوا احنا اباء لهذا المشروع. كل مهندس حسابات الكفراوي طبعاً وغيره. طبعا طبعا. فيعني طبعاً احنا الان هناك فرق بين الاحلام التي كانت موجوده والمخططات التي على الورق والتنفيذ. الان انتوا الان في اطار التنفيذ. لا احنا دلوقتي في اطار ثلاث حاجات في وقت واحد. ما هم؟ اول حاجه صياغه القانون اللي هينشئ الهيئه التي ستدير هذا الموضوع. وهذه الهيئه ليست شركه ولا هذه الهيئه هي منظم او ريجوليتور زي هيئه قناه السويس، يمثل مصالح الدوله وهو الذي يدير هذه التنميه ليحقق المصالح العليا لمصر. القانون اتحط، مسوده القانون، ودي بعض الخلافات. شكلت لجنه لصياغه القانون. طبعا، ما هي في لجنه وزاريه مسؤوله عن هذا الموضوع ولها امانه فنيه فيها وزير الاسكان ووزير مين؟ وزير الاسكان والصناعه والاستثمار والنقل والقوات المسلحه والامن القومي والمخابرات، كل هذه الاطراف موجوده. كل هؤلاء شركاء في طبعاً مشروع قناه السويس. طبعا مش قضيه وزاره اسكان بقى. لا اطلاقا اطلاقا. المخابرات والجيش طبعاً وكل طبعاً وزاره الدفاع طبعاً كل شركاء كل ويعني ومسؤوليه متكامله تضامنيه. وكل هذه المجموعه تعمل في المشروع. طبعا طبعا. ليه متعجب؟ اصل انا متعجب ليه؟ انا بقالي يومين ثلاثه بقرا بيبينوا كان انتوا في حرب مع القوات المسلحه ومع وزاره الدفاع حول هذا المشروع. طيب ما تسأل وزاره القوات المسلحه وان وزاره الدفاع معارضه المشروع لانه يمثل الامن القومي، وكل يوم تصريحات ومصادر عسكريه. لا معلش بقى، ما كل ده في الجرايد. معلش انت اكيد بقى معلش انت اكيد متابع بقى الوزير الدفاع الفريق الاول السيسي اما قال القوات المسلحه استوفت كل احتياجاتها من المشروع وأعددنا سويا خريطة بتحدد المناطق اللي أنا ذكرتها دلوقتي كل احتياجات القوات المسلحة. يعني ده مشروع لمصر ويشارك فيه الجميع. هل هناك خلاف على هذا؟ في خلاف. في ناس بتقول لا ده مشروع الإخوان المسلمين وهيبيعوا قناة السويس لقطر. يعني إيه الإخوان المسلمين؟ معلش عفوا، لا نتوقف عند الكلمة دي. هناك معلش هناك لمصر حكومة مسؤولة، هذه هي اللي بتدير المسائل. الكلام ده كلام انت تعلم وانا اعلم. يعني ايه؟ انا يؤسفني ان بعض اللي بيرددوا هذا الكلام ناس المفروض لهم مصداقيه والله، الناس وكاتبينه في مقالات كل الاحترام والتقدير، لكن هناك يعني عايز اقول هناك بعض الخلافات الفنيه زي ما قلت. يعني ايه حكايه الدكتور عصام شرف ومعارضته الشديده للموضوع؟ اولا دكتور عصام شرف يعني اخ عزيز وله كل الاحترام والتقدير، ودكتور عصام شرف احنا تعلمنا منه. يعني هو الذي كان يدعو لهذا المشروع منذ سنوات ويشرح ويسافر وله كل التقدير. قد تكون هناك بعض الخلافات، يعني عايز اقول مثلا الخلافات ان يعني هو الان بيتكلم ان المشروع ده الان يعني سيفقد مصر سياده مصر على يفقدها ليه؟ خلينا يعني استاذ احمد خلينا ما ناقشتوش. لا ما ناقشته كتير. معلش خلينا نتكلم. طب ليه هو بيقول الكلام ده؟ يعني يسال هو بقى. انما انا بتكلم دلوقتي اما نتكلم عن حاجه كلمه يفقد مصر دي يبقى نجيب الاسباب والدواعي. هو مش هو لوحده. ده مش هو لوحده. أيوة يعني ده المستشار طارق البشري قال كلام قريب من هذا. المستشار طارق البشري اقول لك اعتراضه، لان اتناقشت معاه اكتر من مره يعني ورحت وقابلته. هو النهارده شايف ان يعني يزول القانون بتاع المقترح دوت اللي احنا بنجري تعديله تقديرا لكل الاراء، يقول النهارده ليه الهيئه دي يكون لها يعني القانون مثلا بينص ان مجلس اداره الهيئه يكون ليه صلاحيات الوزارات المختلفه ما عدا الدفاع والداخليه والعدل وهيئة قناة السويس والمجلس الدفاع الوطني والأمن القومي. ليه؟ عشان تخلق فكرة الشباك الواحد اللي هو ليه نوع من السيطرة وكفاءة الإدارة. هذه الفكرة، ودي فكرة محورية في القانون. يعني عايز أقول ليست عجيبة، وده موجود في كل المناطق المشابهة بهذا الشكل. طيب فضلنا حوالي 3 أشهر في قضية إن إحنا بنبيع البلد وبنبيع القناة لقطر، وأنا مش فاهم.
انا عايز اعرف النهارده معلش عفوا يعني ايه علاقه قطر بمشروع قناه؟ انا ما اعرفش. انا اولا الموضوع المشروع ما فيهوش دول، المشروع ده فيه شركات، انت تتعامل مع شركات ليس مع دول. انه مال الدول، انتم تتعاملون في هذا المشروع مع شركات، مش ده احنا وده اللي هيفضل للمستقبل والماضي وكل الاشياء. ما فيش حاجه فيه هنا شركات. الحاجه الثانيه ان النهارده القانون ينص صراحه ان انا بقوله لن يملك متر واحد في المناطق المختلفه الاساسيه بتاعه المشروع ديت لا المصري ولا الاجنبي. ليس هناك تمليك اطلاقا، نص القانون المقترح الذي يعرفه الجميع، الترخيص فقط بحق الانتفاع. أيوة. قد يكون لمشروع خدمات كذا 10 سنين، يكفي جدا حسب التوازن المالي للعقد وحسب ما المستثمر بيحطه. افرض انت النهارده بترفق الاراضي وتحط المرافق الاساسيه وتطرحها، خلاص يبقى ممكن مده العقد تكون حق انتفاع 10 15، ممكن حاجه ثانيه تكون 25 30 حسب. ليس مئات السنين ولا عشرات السنين. لا 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 اطلاقا، لا اطلاقا. كل الاراضي التي ستطرح في هذا المشروع ترخيص بحق الانتفاع وتعود للدوله بما عليها بعد انتهاء المده كامله، بما عليها بالاساسيات اللي عملوه، بما عليها. فانا بقول مثلا بالنسبه لحكايه صلاحيات الهيئه دي، المستشار الرئيسي قد تخوف منها، انا يعني مش شايف فيها اي شيء، طالما ان هذه الهيئه تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات، طالما ان هذه الهيئه تضع خطتها في اطار خطه الدوله، طالما ان هذه الهيئه تقدم تقاريرها الى مجلس الشعب. انما يعني مثلا من بعض الحاجات اللي اثيرت يقول لك ازاي رئيس الجمهوريه هو اللي عين مجلس الاداره، يعني دي القضيه اللي بتشر. وارد جدا بعض يعني الضبط في بعض الاشياء، مثلا عزل مجلس الاداره، خلاص يبقى رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس الشورى. دي امور شكليه المفروض هي نقاش فيها. هي للاسف ان هذه الامور الشكليه اخذت مساحه اكبر من مجلس. ومع ذلك نسيت المشروع بضخامته بعائداته. انا في رايي برغم كل شيء ان ليس هناك خلاف على المشروع اهميته، الخلاف على بعض الشكليات نستطيع بالحوار ان نصل فيها الى حل. قل لي بهدوء، ما هي حقيقة وطبيعة الدور القطري في مشروع تنمية محور قناة السويس؟ وأسمع منك الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر الدكتور طارق وافد، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة، وأرحب بمشاهدينا على قناة الجزيرة مباشر مصر. ضيفي هو الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وموضوعنا هو الموضوع الشائك والأكثر إثارة في مصر الآن، محور قناة السويس وإعادة تنمية وتخطيط الخريطة السكانية في مصر بشكل عام. ما حقيقة وطبيعة الدور القطري في مشروع تنمية محور قناة السويس؟ هو حقيقة ليس هناك محل للسؤال، ليس هناك أي دور لأي طرف أو أي دولة، لا قطر ولا تركيا ولا غيره، ولا الكلام المرسل. لا ما هو في دلوقتي قطر وبعدين تركيا وبعدين إسرائيل وبعدين أمريكا، يعني والقائمة طويلة يعني. أيوة. ليس هناك أي شيء أو أي صحة لكل ما يطلق الآن للتشويش على المشروع. يعني التشويش واضح. بأهداف شخصية وأهداف خاصة؟ والله لن أدخل بقى في الأهداف، لكن هذا كل كلام ليس له أي أساس من الصحة إطلاقا وليس له أي منطق. متى يشعر المصريون بثمار هذا المشروع أو ببداية قطف ثمار هذا المشروع ونتائجه؟ عندما يتحقق أولا قدر مطلوب بشدة من الأمن والاستقرار السياسي وننطلق بسرعة، وبدلا من أن نأخذ الخطوة في شهر نأخذها في يوم إن شاء الله. هل العالم وإسرائيل تحديدا ستترك مصر تتبوأ هذه المكانة العالمية؟ لا، القضية يعني العالم بيعيش جو تنافسي طبيعي، يعني السوق العالمي للنقل البحري والتجارة وتجارة الحاويات والخدمات اللي في لكن أعداء مصر كثيرون. نعم، بس أنا أقصد التنافس، وهذا الأمر بحاجة إلى قرار سياسي دولي أن يتم الاتفاق أن تمنح مصر هذه المكانة. لا، يعني لا أحد يملك أن يملي على مصر إرادتها فيما تفعله من أجل تنمية الوطن. الآخر أنت محتاج تمويل ومحتاج شركات عالمية تأتي، وهذه لن تأتي إلا بموافقة سياسية. يعني وارد جدا أن السياسة تدخل في أشياء، لكن أنت إن لم تمتلك في إدارتك لهذه العملية أوراقك بشكل كامل، لا طبعا، لابد أن تدير هذه المسألة بحيث تؤمن مسارها، والطلب العالمي موجود ومن أطراف كثيرة. المرحلة الأولى من المشروع مدتها كم سنة؟
احنا النهارده عندنا مرحله عاجله ل 12 17 وبعدين 17 22 وبعدين 22 طب 17. خلينا 17 يعني الخمس سنين اللي جايين، ايه اهم الحاجات اللي هتنشئوها في الخمس سنين اللي جاي؟ استكمال المراحل المختلفه لميناء شرق بورسعيد، ايضا اجزاء من ميناء العين السخنه، تطوير اجزاء من منطقه شمال غرب خليج السويس، وادي التكنولوجيا، مراحل متجانسه. ولكن انا بقول دلوقتي ان التفاصيل دي بيجري دراستها في خلال المخطط، لكن التصور العام واضح، التصور العام واضح، لكن التفاصيل بتاتي. احنا مش عايزين نرتجل، احنا عايزين نمشي في اطار مخطط محدث يحدد كل الخطوات بدأ. هل ستسمحون لكل الشركات العالميه بحق الانتفاع اذا قدمت طلبات للمشروع؟ اي طرح هيكون مطروح محليا وعالميا بشكل شفاف وطبقا لقواعد معروفه وطبقا للقانون وسيتم. ألن تعطوا الاولويه للمصريين؟ والله ده يعني وارد، وده وارد، والحقيقه يعني بيدرس او من ضمن الحاجات اللي قيلت في ضمن الاقاويل الكثيره او الطرح الكثير الاضافه بيدرس، لكن هي الفكره. او تعطوا نسبه للمصريين تكون اكبر من الاجانب؟ وارد يعني، عايز كل هذه الاطروحات وارده، وده اللي بيدرس حقيقه حاليا. ولكن الفكره ان من يسعى الى التوطن، يعني من الذي سيسعى للتوطن في هذه المنطقه؟ زي ما قلت هي الشركات العالميه الكبرى اللي هي تمثل هذه النقطة أو هذا الموقع أفضل موقع لها من حيث تجميع المدخلات سواء من مصر أو من خارجها إلى التوزيع على مستوى العالم ككل. الآن يعني الشيء اللي أنت طرحته ربما أجاب عن بعض الأسئلة اللي الناس يعني فيها حيرة فيها، خاصة أنك أظهرت أن هذا هو مشروع لمصر وللدولة المصرية وليس مشروع كما يقول البعض مشروع للإخوان المسلمين. يعني إيه بس أنا بقول، لا أنا بتوقف يا أستاذ أحمد، أصل إحنا النهاردة لابد أن يكون كلامنا كله موضوعي، يعني عندما نتكلم وعندما إذا افتقدنا الموضوعية يبقى مفيش مكان للكلام. اللي بيتكلم في هذه المواضيع ناس المفروض لها مصداقية، يعني أقصد النهاردة هناك ناس موجودين في مؤسسة الحكومة بكرة مش موجودين، لكن الحكومة كحكومة مصر قائمة ومصر قائمة. طب أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل. معظم الوزراء في حكومة هشام أنديل بيشتغلوا إن هم وزراء مؤقتين، انت عامل خطط لسنة 2025، يعني الالتزامي بالتكليف ان انا وانت ضامن تقعد بعد هشام؟ لا انا مش ضامن، انا يعني الحكومة ضامن اللي هيجي بعدك هينفذ، وعشان كده بنقول عايزين نحط قطر دائما مستدامة. اللي قبلك كان حاطط في جهد اتعمل طبعا، في انا المخطط القومي كانت له بدايات موجوده من الوزير السابق ومن اللي قبليه، انا لا انكر الجهد. يعني من ياتي ليقول انه يبدا من الصفر؟ لا، صحيح بنشتغل باسلوب جديد وبروح جديده وباراده سياسيه. النهارده ما نقول توزيع التنميه والسكان، كانت هذه السياسات تطلق كثيرا، ولكن كان الواقع على الارض هو تكريس النمو في القاهره الكبرى اللي لا. اصبحت النهارده بتقترب من ربع سكان مصر، وهذه نقطه ضعف في الامن القومي المصري. ايه مشروعك بقى حتى تفكفك تركز المصريين في 7% من مساحه الارض وسايبين 93% من اراضي مصر فارغه؟ الإسراع بشدة والتحيز لخلق أقطاب نمو اقتصادية جديدة في الأقاليم الجديدة في الساحل الشمالي الغربي. هتعمل إيه في الساحل الشمالي الغربي؟ الساحل الشمالي الغربي نقطة البداية فيه الآن، نقطة البداية فيه الآن هو المركز السياحي العالمي، لكن النقطة اللي مرتبطة بها تليها تماما قطب حضري جديد له مدينة العالمين الجديدة، وده بدأنا في تخطيطه وبدأ الاستشاري في تخطيطه. إيه عوامل الجذب اللي هتعملها فيه؟ هيبقى في منطقه صناعيه وسيخطط كمدينه خضراء على فكره، ودي سياستنا الجديده ان كل يعني مدن إيه مدينة يعني خضراء. مدن صديقه للبيئه تعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده، عشان انت عارف طبعا قضيه الطاقه في المصريين المصر. رموا فلوسهم كلها في الساحل الشمالي بيروحوا يقضوا فيه شهرين في السنه للاسف، ولا يحقق اي عائد او جزء يعني يستحق في المكتب. مشروعك ايه عشان تغير هذا الشيء وتحول الساحل الشمالي الى مكان يدر دخل على مصر؟ السياحه العالميه نمره واحد كنقطه انطلاق ابتدائية، ثم قطب حضري جديد يقوم على الصناعة في العالمين الجديدة، وده خلاص والحمد لله. حددتوا الصناعات اللي ممكن تكون هناك؟ يعني في هيكل أولي، لكن جاري الدراسة دلوقتي، عملية التخطيط جارية. أنا مش عايز أسبق الأحداث عشان مش أنا عارف العبء عليك. أنا تابعت جهدك خلال شهرين فقط. نعم. لقيتك ما شاء الله في اليوم الواحد بتعمل 20 حاجة واجتماعات وحاجات، فأنا عارف يعني وأنت بقالك أشهر قليلة في الوزارة، لكن المشكلة الأساسية الآن أن طموحك ضخم، أضخم من إمكانات البلد وأضخم من حتى فترة وجودك في الحكومة وأضخم من حاجات كتير. مدة وجودي في الحكومة دي قضية هامشية ملهاش أساس، لأن النهاردة ما يوضع، أنا النهاردة بنشتغل مثلا في إطار هيئة التخطيط العمراني، الهيئة مستمرة
أنا إن شاء الله بعد الانتخابات أو قبلها الله أعلم خلاص مغادر، وهتأتي حكومة جديدة تعكس الخريطة السياسية الجديدة إن شاء الله في انتخابات مجلس النواب، ستكمل هذا المسار. فأنت يعني النهاردة إن فكرت فقط في موضع الأقدام ولم تربط حلولك النهاردة على مستوى اليوم أو الشهر بالرؤية بعيدة المدى يبقى عبث. المدينة العالمين الجديدة هتجذب نسبة قد إيه من المصريين المتركزين؟ هتجذب بقدر ما تضخ فيها من استثمارات. إحنا النهاردة بنفكر في ثلاث نويات سريعة عشان تعطي دفع لهذه المدينة. ما هي؟ أول حاجة جامعة دولية توطن هناك. نمرة اتنين مركز طبي متخصص إن شاء الله القوات المسلحة هي يعني تتولى، مركز طبي متخصص لإصابات الحروب والحوادث والكوارث بحيث يخدم المنطقة ككل، وهناك أيضا مشروع سياحي عن بانوراما الحرب العالمية الثانية. دول الثلاث نويات الأولية السريعة بحيث أن الناس ممكن تيجي من أنحاء العالم تشوفه، مش المصريين بس، هو أساسا للسياحة العالمية، وخاصة أن أنت عندك يعني عايز أقول المقابر العالمين والمتاحف الحربية اللي هناك، دي منطقة ممكن تكون جاذبة بشكل قوي جدا جدا. بالإضافة بقى إلى المراحل التالية عندما تأتي الصناعة، هناك تصور إن شاء الله أن يكون في مصنع للوحدات الفوتوفولتايك بتاع الطاقة الشمسية مع المزرعة الشمسية اللي هتغذي المدينة بالكهرباء إن شاء الله، وده جاري تخطيطه. يعني أنا بتكلم على جلسة أمس رجعنا فيها التصورات الأولية للمخطط. أنا شفت الجهد اللي الوزارة عاملاه في دراسات كتيرة، ونسبة البناء المخالف اللي موجودة في مصر نسبة مرعبة طبعاً. ومهولة ما طبعاً. تم الاعتداء عليه من الأراضي الزراعية ومحاولاتك تصحيح هذا طبعاً. أنا عندي رسومات الآن، اسمح لي أنا يعني أقول لك باختصار شديد، احنا بنتكلم على حوالي 3 مليون عقار في مصر مخالف. كان قبل الثورة قبل 2011 نسبة العقارات المخالفة حوالي 30%، تضاعفت في سنوات السنتين دولة يعني لما حدث الانفلات الامني كبير، بس 67% تقريبا. اجمالي العقارات المقامه بدون ترخيص 317948 عقار، صدر لها 356507 قرار ازاله ولم يتم ازاله شيء. وعلى فكره ده من قبل الثوره، لان النهارده في حالات كتيره جدا كان بتاتي مساله ان اللي يجي عمليه التنفيذ بتاع يعني الاسباب امنيه يؤجل التنفيذ، وكانت مواسم الانتخابات المواسم اللي بتعطى فيها هذه العقارات المخالفة يعني توصل لها الكهرباء والآخر. نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير 2011 67.5% من حجم العقارات دي. نعم. عندي إجمالي العقارات الصادر لها ترخيص ومخالفة 25277، وفي قرارات إزالة. نسبة العقارات المقامة بترخيص، أعلى المحافظات في المخالفة هي محافظة الغربية فيها 40,000 أكثر من 40,000 عقار، الدقالية 36,329، المنيا 34,000، الشرقية 32,000، محافظة اسكندرية في المرتبة التاسعة وفيها العقارات. هتعمل إيه الحل؟ أنا بس قبل ما أقولها بنعمل إيه إن شاء الله، يعني هذه الظاهرة هي نتاج طبيعي لما ذكرته في أول جلستنا، وهي التكدس الشديد في المدن الكبرى والوادي والدلتا على أرض محدودة، وبما يؤدي إن طلب كتير قوي على عرض محدود من الأرض. نتيجته هذا التكثيف الشديد، أعلى كثافات في العالم، والمشكلة الإسكان نتيجة أن تكلفة الوحدة السكنية النهاردة بيرتفع فيها جدا مكون الأرض إلى الثلث وأكثر. مشكلة الإسكان نتاج لهذا التكثيف، والمخالفات نتيجة الطلب على النمو والسكن هنا وهنا 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 في هذا التكديس أيضا نتاج. إذن النهاردة ما بنتكلم على التنمية الإقليمية، والإقليمية بقتش عيب ولا حاجة، التنمية الإقليمية وأقطاب نمو جديدة هو بيحل كل هذه المشاكل. دكتور اسمح لي هنا، يعني أراضي الدولة كانت طوال العقود الماضية لا سيما عهد حسني مبارك هي مصدر الإسراء ومصدر الفساد الرئيسي في البلد. ماذا فعلت أنت وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية من أجل حصار هذا الأمر، وأن يكون من حق كل مواطن مصري أن يحصل على قطعة أرض يبني عليها بيت؟ طبعا هي مش قضية الحصول على قطعة أرض في حد ذاتها، وإن كان ده حق طبيعي لمن يريده، ولكن هي قضية أن يكون له فرصة مقبولة أن يحصل على سكن مناسب. والنقطة هنا عشان بس نوضح المفاهيم، مش أن يحصل على سكن مناسب أن هو ينتظر وحدة من الدولة، لا، أن يكون قادرا أن يحصل على فرصة عمل جيدة في الأساس صح، بدخل مناسب تمكنه أن ينفق منها 25% عشان يحصل على سكن. قضية الإسكان قضية تنمية وليست قضية وحدة تبنيها الدولة. بالعكس، النهاردة الوضع الطبيعي أن الإسكان يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص، ولكن في ظل ما نطلق عليه أزمة إسكانية، إحنا النهاردة سياستنا بنقول أن القطاع الخاص
ليس بالضرورة أن الدولة هي تبني، لأن الدولة تبني بتكلفة ليست بسيطة، وآليات التوزيع بتؤدي في كثير من الأحيان أن يتسرب الدعم لغير مستحقي. الدولة بتدعم الأرض والمرافق وتمن الوحدة، ثم آليات التوزيع بتدعم كل حاجة والشعب ما بيشتغلش 10 دقائق في اليوم، ثم آليات التوزيع تذهب لمن يستحق. المصري بيشتغل 10 دقائق في اليوم زي يعني دي قضية طبعا، زي ما بيحصل بيت وعايز كل حاجة زي ما بيحصل في دعم الطاقة. إنما النهاردة الدولة يجب أن تحفز وتدعم القطاع الخاص والقطاع التعاوني. الحمد لله احنا عندنا دفعة قوية جدا للقطاع التعاوني، رفعنا قيمة القرض ل 50,000 وانا كانت 20,000 فأصبحت تمثل نص تكلفة الوحدة، رفعنا شريحة المساحات إلى 115. القطاع التعاوني إن شاء الله في السنوات القادمة هينطلق انطلاقة وهيبقى ليه دور أساسي في حل مشكلة إسكان محدود الدخل. النهاردة تتخيل أستاذ أحمد أن النهاردة في مصر اللي فيها أزمة إسكانية، إحنا عندنا ربع الوحدات السكنية في مصر غير مستغل، ربع الوحدات أو من ربع إلى 30% ما بين وحدات مغلقة أو وحدات شاغلة. 30% من مساكن مصر غير مستغلة للسكن، 24% من المساكن في اسكندرية. أنت الآن أنت مقدم مشروع في هذا الموضوع في الوضع اللي المصري. إحنا لدينا مسودة مشروع، وطبعا حصل فيها هجوم ولغط، ولكن أنا أرى أننا لابد أن نواجه الحقائق، هذا مطلوب وبقوة. لمصلحة المالك أم المستأجر؟ لمصلحة المجتمع قبل كل شيء، لأن المصالح لا تتجزأ. نعم. المسألة ليست محاباة لطرف على طرف، وليست قضية ظلم من لك بس، الفكرة أن السوق كله اختأ بدليل أن احنا عندنا هذا الكم من الوحدات المغلقة. الفكرة احنا النهاردة في مبادرات، يعني النهاردة أن الشركات تلت المساكن مقفولة غير مستخدمة، وأنت مصر فيها أزمة سكن. ما هو لأن برضو جزء كبير من المعروض ده هو مستوى يعني عالي شوية وبالتالي مش في قدرة الطرف. وعشان كده برضو بنقول النهاردة أن المشكلة لو وجدت التشريعات بالزبط كتير ناس هتستثمر من أجل الإيجار. قانون العلاقة بين المالك ومستأجر هيحسن الأمور نسبيا، وأيضا لو نظرنا وده اللي بندرسه حاليا النهاردة أن قضية الدعم ما تبقاش في أن الدولة تبني وحدة وتوزعها وتروح لغير مستحقيها، أن الدولة تدعم المواطن في جيبه مباشرة حتى نطمئن أن الدعم وصل له. وهنا في انحياز شوية لقضية الإيجار، يعني ليس بالضرورة أن الدولة تدعم واحد عشان يملك مسكن ويتداوله، أو في لحظة حتى بحسن نية أنه بيجد معاه كاش يستطيع أن يفتح بيه ورشة فيبيعه، ودي حصلت كده. النهاردة تدعم الإيجار لفترة محدودة، وإحنا بنحط التصور لهذا الموضوع، لكن الذي لا خلاف عليه أن هناك شريحة في المجتمع ستظل غير قادرة على تحمل تكلفة ولا بد أن تدعم، فالدعم حق، وده يؤصل يعني أو مؤصل في وثيقة اسمها وثيقة سياسات الإسكان، وسيؤصل في قانون الإسكان الاجتماعي إن شاء الله. قل لي الآن، أهل النوبة يشعرون بالتهميش وأهل الصعيد يشعرون بالتهميش، أنت عامل إيه للناس دي؟ أو الحكومة عاملة إيه في مشروع الآن في محاور التنمية التي تقوم بها من حيث؟ تعرف حضرتك نصيب القاهرة الكبرى والمدن الكبرى من الاستثمارات، سواء استثمارات الإنتاجية أو الخدمية، أما نقارنه بالاستثمارات اللي بتروح للمناطق المختلفة زي سيناء أو زي أسوان أو غيره، تلاقيها بتساوي 4 أو 5 أضعاف. لابد يعني الاستثمارات في مصر 4 أو 5 أضعاف في المناطق القاهرة الكبرى ومناطقها. لابد أن المنظومة دي تختلف، لابد النهاردة الاستثمارات توزع بشكل عالي، ادي امتيازات للمستثمرين في المناطق البعيدة كده. هو البحر الأحمر البحر الأحمر الذي كان بالنسبة لنا صحراء مجهولة لا نراها، حصل فيه نوع من التنمية السياحية إلا ما عطينا حافز قوي جدا، والأرض بيعت بسعر يكاد يكون رمزي دولار للمتر، وإن كان هذا يجب ألا ما كانش يستمر كتيرا، لأن الحوافز يجب أن تكون دفعة محددة في زمن محدد ثم تقف لتعود آليات السياحة. سياحة الشواطئ هي أرض أنواع السياحة، احنا في مصر فيها أنواع سياحة لا نهاية هي لها. طبعا هو الحقيقة السياحة الترفيهية في العالم كله ده عشان نكون صادقين يعني بتشهد معدل نمو كبير قوي، يعني الى حد كبير مع لكن احنا الحقيقه عندنا انا عندي مقوله طيب يعني بقولها وانا بكل ثقه، انا بقول ان احنا النهارده لو استثمرنا مواردنا السياحيه سواء الخصائص البيئيه الشواطئ او التراث الثقافي بتاعنا، يعني زي احنا عندنا كل طبقات التاريخ من ما قبل التاريخ الى الفرعوني الى القبطي الى اليوناني، كل هذه انا يعني انا ارى شخصيا ان السياحه كانت تكفي مصر لو قدرناها واستثمرناها بكفاءه عاليه. لكن طبعا الحمد لله احنا عندنا ثروات كثيرة جدا، يعني من الثروات التعدينية من السيليكا اللي موجودة في وسط سيناء طبعا أنواع في الأرض. وعلى فكرة أرجع بس في لقطة سريعة لقناة سويس، مشروع محور قناة سويس هو البوابة الحقيقية لتنمية سيناء، هيكون في 3 أنفاق جديد. نفق الحالي أحمد حمدي ونفقين جداد يجري الآن إعداد تصميمات ليهم، نفق الكيلو 19 جنوب بورسعيد
ونفق المعدية 6 في الإسماعيلية. التصميمات ومستندات طرح بتعد وهتكون خلصانة إن شاء الله في 6-7 شهور. بالنسبة للعشوائيات في أكثر من 1000 عشوائية في مصر، أكثر من 100 عشوائية في القاهرة واحدة. ده صحيح. هتعمل إيه؟ أنا يعني المسؤولية بتاعت الإسكان مسؤولية هامة، بس مش هي الطرف الرئيسي. ميراثك ثقيل وصعب. الطرف الرئيسي هو صندوق تطوير العشوائيات أو المناطق غير الآمنة، لكن طبعا إحنا بنعمل معهم في كل المجالات لضبط الأمور، سواء يعني في إطار إعادة توزيع السكان اللي بنتكلم عليه، أو في إطار تطوير المناطق الغير الآمنة في مكانها من خلال عمليات إحلال وتجديد. عملية هتاخد وقتها وجهدها، لكن ليس دور الحكومة فقط، هذا دور الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. لابد من التضافر، لابد من التضافر. أنا دايما بقول برضو زي قضية الإسكان، وهي قضية تكافل مجتمعي قبل أن تكون أي شيء ده. أنت كيف تنظر للمستقبل في ظل الأعباء الضخمة ويعني لهفة الناس إلى أن ترى شيئا، وأيضا التشويه المتعمد للجهد الذي تبذلونه؟ أولا يعني ما يحدث من نقاش وحوار ساخن أنا بعتبره ظاهرة صحية. أنا يعني تخصصي وما كتبته من كتاب وحيد كان معني مسألة الحوار والمشاركة المجتمعية، وكنت من 10 سنين وأكثر بقول إن مصر لن ينصلح حلها إلا إذا أصبحنا جميعا مسيسين، يعني مشاركين، يعني مشغولين بالهم العام. فما يحدث الآن في جانبه العام ظاهرة صحية، إن هذا المواطن متخوف وبيعارض وبيوقف القانون، هذا شيء طيب في حد ذاته. بس الحوار ليس بمولوتوف وليس بالأسلحة البيضاء، الحوار يجب أن يكون حوارا بناء، وأنا واثق أن كل الأطراف حريصة على مستقبل مصر. بس يعني إن شاء الله يعني تخف حدة التناحر والاحتقان وتتحول إلى حوار واختلاف. النهاردة عملية صناعة القرار في مصر ما عادتش لقرار رئيس ولا رئيس وزارة ولا وزير، ولا وزير يمكن أن ينحو بوزارته في اتجاه سياسة يسير بها سنوات بدون أن يحاسبه أحد. النهاردة عملية صناعة القرار بقت عملية تفاعلية ويشارك فيها الجميع. باختصار، مشروع محور قناة السويس في جملة. أنا متفائل بيه جدا، وعندي ثقة كبيرة أن هناك إجماع شعبي عليه، وهذا بدأ واضحا. نختلف ببعض التفاصيل، الحوار يحلها ونصل إلى نقطة أو يعني كلمة سواء وننطلق إن شاء الله، وأنا متفائل جدا بهذا. دكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. يمكنكم التواصل معنا على تويتر إيمنصور EGA أو بلا حدود EGA. في الختام أنقل لكم تحية فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة، وأشكر مشاهدينا على قناة الجزيرة مباشر مصر، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.